السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بمقطع جديد عن لعبة ستارسيزن. اليوم راح نسوي شيء يعني very interesting. يكون يعبر عن العالم المفتوح اللي في اللعبة، حرية الاختيار والأشياء اللي تبي تسويها، يعني بس والله مهمات كل مرة عشان تكررها. طبعا ما راح اقول لكم شنو راح نسوي، راح نكتشف هالشيء اثناء ذهابنا يعني الى الشيء اللي بنسويه. مو بمهمة الشيء اللي بنسويه، ما راح يكون مهم بس المهمات اللي قبل. Quantum travel complete. هنا يسمونها مشكلة ان الصوت قطع، و حين اسوي زي الفويس اوفر او الصوت فوق الفيديو، لكن مثل ما تلاحظون هنا راح احدد موقع العدو يكون على الارض. بعدين مثل ما تلاحظون طلعت، بعدين عودت مرة ثانية مثل ما تشوفون. حين لو اطفي اللمبة ممكن تشوفونه، او مع اللمبة ممكن تشوفونه قاعد يتحرك مع المحرك، يعني اول هو المحرك. انا بثور عليه، طبعا ما احتاج تحول، يعني محتاج يعني مثلا والله احول وثور عليه بمسدس، يعني اللي هو وانا قاعد مثلا وياهم تحت، لا ما يحتاج، بس اثور عليهم بالسفينة وخلاص. هنا شلون قمت اقتل الاعداء الثانيين قبل ما احول من السفينة، بعدها ان شاء الله راح نسوي فويس اوفر مرة ثانية عشان نكمل. الحين شنو ايش بيصير في سفينة، لو سفينة ان بي سي عدو، يعني للعدو يعني اللي توي قاتلهم هنا، زي زي ما تقول يسمونه مساعدة او اسكورت، يعني يسمونه اسكورت تيم، فينزلون بالسفينة نفس ما تشوفون هذه المنفجرة، و باخذها طبعا انا بسرقها منهم، يعني بقتل، راح اقتل اللي هو الطيار، وراح ناخذ وراح اخذ منهم السفينة. لكن مثل ما تلاحظون قاعد اقتلهم من ذيل الاعداء عشان بس انزل ما يجي واحد ينكبي ويموتهم. ما قاعد اسوي هالشي،
طبعا هنا اول ما جيت اخذ السلاح مال هذيل الاعداء اللي انا موتهم، على طول نزلت السفينه فوقي، يمكن تسمعون الصوت مالها الحين. تشوفونها وانا قاعد اخذ الاسلحه والدروع، تعال انتبهت لها وعلى طول قمت اكلمت مشروع ادخل لها بساعه قبل ما يحولون ويقتلوني. تمام، الحين راح ابقص على الطيار يعني عشان اطلعه من الكرسي مال. طبعا دي مو مهمة لازم اسويها، يعني والله لازم اسوي كذا ما يحتاج، انا دي زي الحرية الشخصية او حرية في اللعبة، يعني مثل كذا ابقص في الطيار واخذ الطيارة مالته. طبعا تقول انت والله مثلا شو الفايدة منه؟ الفايدة انه راح ناخذ مساعدة. شلون يعني مساعدة؟ في توريتس، شفت توريتس زي الطيار يقعد في سلاح فوق او تحت، زي المساعدة يقعد في اسلحة زيادة يسمونها مان توريت. ما تلاحظون انتم شفتوا ذا، هذا اللي قاعد في التوريت وهو اللي راح يثور على الاعداء، فمن خلاله راح اقدر ان انا اخذ السفينة وذي يساعدني في قتال الاعداء يعني، او في مهمات الاعداء اللي انا راح اسويها. راح اجرب الحين اول شيء اسويها يعني واختار مهمة ضعيفة، بعدها راح ابتدي او راح تشوفون شلون نشتغل بالضبط. مش بسوي اسكر الباب اللي برا واسوي نداء مثل ما تسمعون ذا الصوت، سمعتوا ذا الصوت؟ هو نداء للاعبين اللي حوالي ان ما يطلقون علي اي رصاص او يهددون يعني، لان اذا ركبت سفينة او سرقت سفينة مثل ما تن بي سي راح يصير علي نقطة حمراء ان انا مثلا عدو يعني لهم. فانا سويت النداء اكثر من مرة عشان يسمونه واحد يجي يعني ويقتلني. حاولت ان انا اكتب الشات لكن في مشكلة في السيرفر فما وصلت لهم الرسالة في الشات يعني، لكن حاليا اضطريت ان انا ابلغهم يعني عن طريق اللاسلكي حق اللاعبين اللي حواليه. تمام، الحين وصلنا الى العدو، راح نشوف نجرب اللي هو الان بي سي هل راح يثور عليهم ولا لا. طبعا المفروض انا اخذ سفن ثانية او سفينة ثانية ضخمة اسمها هامرهيد، اذا لعبت في المهمات الخطيرة راح اقدر ان انا اسرقها نفس الشيء، لكن المشكلة ان انا ما عندي سفينة ذيك القوة يعني، وايضا المشكلة ان حاليا السفينة تتحرك واجد، فبيلي علقها ثلاثة يكونون وياي عشان يوقفون السفينة، ما تبغى يخلون تتحرك. مثل ما تلاحظون الحين انا مو قاعد اطلق اي شيء، الحين بديت اطلق بصوت. لو تشوفون فوقي قاعد يطلقوا من ناس الان بي سي. هنا اضطريت ان انا ارفع الطاقة حق الاسلحة، انا شفت انه بطيء الان بي سي في اطلاق الرصاص. لا لحظة، طبعا انت ما بون حق اطلق الان بي سي والقرية اطلق عليه. تشوفون مواقف لكن هو اللي قاعد يطلق على عليهم يعني. اوه لا، اوه
هما مشكلة ان صقعت فيه بالغلط وفجرته اليد، لان عند السفينة قوية لكن مو بذيك القوة. تلاحظون ان صار اللي هو اللي في الوسط اخضر، هذا يعني انا قاعد اطلق عليه. الحين بدلت الى الطاقة القصوى حق الاسلحة، تلاحظون ان الاسلحة تمتلي بشكل سليم. والان بي سي لازال يساعدنا في الاطلاق عليهم. ممتاز. وان بي سي لازال شو قاعد يطلب انه اصلا خلاص اضطربت السفينة او تفجرت مثل ما تلاحظون. هذه طبعا اللي هي ال ار تي او مهمة ضعيفة. في مهمة ثانية اخذتها انا اللي هو ام ار تي او ميديوم، يعني تكون مهمة شلون اصعب، مو بعالية ولا يعني ضعيفة توصل. ما ادري هل هو هذا العدو او لا، لكن انا اخذت انا ميديوم ريسك، يعني في النص ما بين الهارد ما بين ذا. اتوقع ذا هارد. يعني بس اللي علي انا ادمر بس ذو خلاص واطلع. ان شاء الله ال AI ذي يساعدني بعد. ولو عندي هامر هيد يعني فيه نفس الشيء AI يكون افضل. بس الحين شلون اطلع من الفوضى ذي؟ والحين شلون حولنا او حولت؟ تلاحظون ما بروح لاي اي هني، لكن الاي اي ثانيين ما بروح اشوفهم. حمقى. انا ابي عارف يعني انه بقص واحد واحد، يعني شو بيصير؟ نشوف. بوكس 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 بوكس. صفقين
ايه اللي صفق. يا عم ايه شيل الميموس هذا. طيب انه اذا مات ذا يقومون كلهم. ايه صفر. يا راح برا. تقولون برا زين ابي السلاح مال شنو؟ اي اعطاني سلاح. اي اي اسمعني اعطاني سلاح. شوف هذا ابي ذا ابي ذا اعطاني 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 اعطاني. Stop it. Get some help. What the dog doing? كلهم قاعد يتجمعون من اوكي. How stupid are they? That's just very stupid. لكن حصلنا على اللوتس. نشوف. حصلنا على السلاح. حصلنا عليها. Can I wear this? Oh yeah. Ooh, في بعد. Ammo. Okay. That's cool. What the dog doing? This one has a large gun.
Hello. The fuck? كلش ولا حتى رصاصة واحدة. أي كون. Maybe if I do this, why they aren't gathering here? I have a multi-tool. Maybe I can pull them out. وبكذا نكون احنا انهينا هذا الفيديو. شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو. اذا وصلت الى نهاية هذا الفيديو اشترك، حط لايك، والسلام عليكم.